هام وعاجل السيسي يمهد للحرب على إثيوبيا في عيد تحرير سيناء، وتصريح مستفز جدا من وزير الري السوداني، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وضربة كبرى مصرية وتجديد العقوبة على هذه الحالة، احذروا يا مصريين، وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وبيان عاجل من مفتي الجمهورية عن الجيش المصري، ننشر أيضا لحضرتك التفاصيل، وعاجل سر استقالة وزير الدولة للإعلام من منصبه. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها ووطنيين طبعا. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وتصريح مستفز جدا من وزير الري السوداني، بننشر لحضرتك التفاصيل دلوقتي. ياسر عباس وهو وزير الري السوداني أكد على استعداد الفرق القانونية في السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز منذ قليل. وزير الري السوداني اللي اسمه ياسر عباس قال: سنقوم بعمل زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة. وتابع وقال: نتمسك بالموقف التفاوضي الوطني المرتكز على حقنا في حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي. في وقت سابق أطلق المصريون في الخارج حملة عالمية تحت عنوان أدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد النهضة. وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية أن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم، بينهم علماء ورجال أعمال وسياسيين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية. طبعا أقول لحضراتكم ليه تصريح وزير الري السوداني مستفز. أقول لحضراتكم بكل بساطة، لأن إحنا عملنا كل الخطوات الدبلوماسية والمفاوضات ولم تنجح أي خطوة من الخطوات التفاوضية أو الخطوات الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي المتعنت، واللي كما ذكرت من قبل وفي فيديو سابق من الأخبار إن إثيوبيا عازمة على عملية الملء الثاني في موعدها، عملية الملء الثاني لسد النهضة، رغم التحذيرات المصرية والتحذيرات السودانية من جانب الجيش السوداني، لأن زي ما حضراتكم عارفين السودان منقسمة لجيش سوداني أو قيادة عسكرية وقيادة الحكومة السودانية، فطبعا في انقسام كبير في السودان وفي مشاكل جوا السودان، وإن شاء الله ربنا يعدي الأزمة دي على خير بدون ما تحصل أي مشاكل. هقول تاني للتصريح مستفز، تصريح مستفز لأنه يعني ده بيساعد إثيوبيا على المماطلة زي ما حضراتكم عارفين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل السيسي يمهد للحرب على إثيوبيا في ذكرى عيد تحرير سيناء. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الحرب لم تكن أبدا غاية مصر. وجاءت تصريحات الرئيس السيسي في خطابه بذكرى تحرير سيناء 39، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز. الرئيس السيسي قال: ذكرى تحرير سيناء تمثل منبعا تخرج منه الأجيال القادمة وتفهم معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. والرئيس السيسي تابع وقال: الحرب لم تكن أبدا غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى. الرئيس السيسي تابع وقال: ملحمة استرداد الأرض تخطط كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط. ودي طبعا فيها إشارة لسد النهضة، وهقول لكم ليه، ولكن هنشر لحضرتك البيان كامل. الرئيس السيسي أشار إلى أنه سيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري، وقال: سيناء طالما مثلت لمصر عمقا استراتيجيا وتتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين. تعالوا أقول لحضراتكم أسماء 33 مناورة وتدريب عسكري.
ترصد قوة الجيش المصري في 2020 تدريبا عسكريا مع دول صديقة في الداخل والخارج، و13 مناورة وتدريبا عسكريا داخليا. شملت التدريبات جوية، بحرية، دفاع جوي وبرية. شاركت فيها أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. أبرز التدريبات كانت T1، سيف العرب، ميدوزا، نسور النيل، مرجان، وجسر الصداقة. المناورات والتدريبات العسكرية في الداخل: منطقة المركزية العسكرية المناورة ردع 2020، المشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين إصرار 9، مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين فتح 41. ده المنطقة المركزية العسكرية. نشوف الجيش الثاني الميداني: مشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية، مشروع مراكز القيادة الخارجي بشير 21. المشروع التكتيكي بالجنود: الجيش الثالث الميداني قام بتدريب المشروع التكتيكي بجنود صمود 16، ومشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 60. المنطقة الجنوبية العسكرية المشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين نصر 18، المنطقة الغربية العسكرية المناورة حسم 2020، والمشروع التكتيكي بجنود بدر 6 بالرماية بالذخيرة الحية. المنطقة الشمالية العسكرية المشروع التكتيكي بجنود ومشروع مراكز القيادة الخارجي طارق 40، والمناورة قادر 2020. شاركت فيها تشكيلات ووحدات من القوات البرية، البحرية، الجوية، قوات الدفاع الجوية، قوات الخاصة. وافتتاح قاعدة برنيس العسكرية افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، تمتلك قوة ضاربة في البحر والبر والجو. المصدر معنا كان من سبوتنيك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. سبوتنيك موقع روسي. تحية كبيرة للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو قائد عظيم جدا. ننتقل لخبر آخر معانا: وضربة كبرى مصرية وتشديد العقوبة في هذه الحالة، احذروا يا مصريين. أعلن أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري علي بدر الموافقة نهائيا بأغلبية 3/3 أعضاء مجلس النواب على تشديد عقوبة ختان الإناث. وقال عبر فضائية NBC مصر: يتم اعتبار ذلك من الحقوق العامة للإناث التي يجب الحفاظ عليها. هذه جريمة، وهدفنا العمل للقضاء على هذه العادة السيئة التي لا زالت موجودة في بعض الأماكن داخل المجتمع المصري حتى الآن. وأضاف: تجديد العقوبة يأتي بداية من كل من قام بإجراء ختان الإناث، سواء كان طرفا طبيا أو شخصا لا ينتمي للنواحي الطبية، حيث تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات. وتابع وقال: العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وذلك إذا نتج عن عملية الختان عاهة مستديمة. إما إذا أدت العملية إلى الموت فيتم تجديد العقوبة إلى السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة. المصدر معانا كان من صدى البلد. طبعا يعني تحرك جميل جدا من اللجنة التشريعية بمجلس النواب. شيء عظيم جدا ان احنا يعني نحارب هذه العادة السيئة والقبيحة جدا في المجتمع المصري، لان هذه حقوق عامة. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. وتعالوا نشوف خبر اخر معانا: بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي. ننشر لحضراتكم التفاصيل. هننشر يعني تفاصيل اعلان حالة الطوارئ، يعني هتبقى عبارة عن ايه. الرئيس السيسي أصدر قرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وتبدأ حالة الطوارئ بموجب القرار اعتبارا من الساعة 1 من صباح اليوم الأحد الموافق 25 من إبريل 2021 ميلاديا. وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. المصدر معنا كان من صدى البلد. حالة الطوارئ دي بتيجي بسبب يعني زي ما حضراتكم عارفين الوباء اللي احنا فيه. يعني أنا مش شايف أي التزام من الناس، وشايف إن الحالات عمالة تزداد يوم بعد يوم،
فلازم يبقى في إجراءات صارمة لكبح هذا الوباء. وطبعا حالة الطوارئ دي بسبب الإرهاب وتمويله، لسه الإرهاب يعني برضو هو شبه مش موجود في سيناء، ولكن كل فترة بيطلع كده الإرهاب في سيناء يعمل حركة ويختفي تاني، فواجب على مصر إنها تحارب هذا الإرهاب. تعالوا ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل من مفتي الجمهورية عن الجيش المصري، ننشر لحضراتكم الآن التفاصيل. توجه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وإلى القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء التي توافق 25 إبريل من كل عام. وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره: ينبغي على المصريين جميعا وخاصة الشعب أن يتأملوا ويتعلموا من ذكرى تحرير سيناء وكيف ضحى رجال القوات المسلحة بأرواحهم وجهدهم لكي نحتفل الآن ونحن بهذا النصر العظيم. ففي تحرير سيناء دروس كثيرة نحن في أمس الحاجة لأن نتعلمها ونعمل بها لننهض بمصرنا الحبيبة. شدد المفتي على أن هذا اليوم العظيم يعد رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ولا زال يقدمها الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، وأعرب عن اعتزازه وتقديره لجهود الجيش المصري في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر التاريخ الطويل. وأضاف فضيلة المفتي إن تحرير سيناء ما كان ليتم إلا ببذل كل غال من أجل تحرير هذا الوطن، فقد بذلت من أجل ذلك الأرواح حيث استطعنا أن نسترد كل شبر محتل من أرض الوطن، وأن أبطال قوات المسلحة البواسل ليروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والزود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمنه واستقراره. المصدر معانا كان من الموجز، كل عام وأنتم بألف خير. وتعالوا ننتقل لخبر آخر معانا، وعاجل سر استقالة وزير الدولة للإعلام عن منصبه. صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالة من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي. وأكد متحدث مجلس الوزراء أن الاستقالة جاءت نظرا لظروف خاصة. المصدر معانا كان من الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا IEB على اليوتيوب، وبنفس الاسم إسلام الأمير مصر ميديا IEB على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.